ورائع ان انا اشوف الصغير والكبير يساند بلاده، يساند الكويت، يساند البحرين، وشيء حلو اليوم انت متواجده اساسا في الملعب. الله يسلمك، طول عمرك. من متى انت في الملعب اليوم؟ الله يزيد الاسلام ان شاء الله، الله يقويكم كلنا اخوان. الله يسلمك. الله ان شاء الله. من متى انت جيت الملعب؟ جايه من طالعه من متى من الكويت؟ من انا والله ما الساعه 3 يعني. يعطيك الصحه والعافيه. اليوم تتوقعين المنتخب الكويتي يفوز علينا ولا شلون؟ كل واحد، كلنا اخوان، وكلنا اهل، وكلنا اسلام. والله الله يقوي امه محمد ان شاء الله. بالنسبه للمباراه اليوم، بالنسبه للبصره، تسولف عن البصره، شلون شفت البصره؟ البصره حلوه والله، حلوه وايد حلوه البصره، ونظيفه، والاكل مالهم حلو، وترحبونا عدل، وقاموا بواجبنا وزينين وطيبين. الصحة والعافية، يعطيك الصحة والعافية، وأنا يعني سعيد جدا أن أشوف الكل ساند المنتخب. الله يسلمك، أنت وين؟ بالبحرين، وين بيتكم؟ بالبحرين، منامة. بالمنامة، إحنا على طول نجي البحرين. حياكم الله. ناخذ الحلوى والسمبوسة، والله العظيم حلو البحرين. بلادكم، بلادكم والمكان مكان. كلنا إحنا خليج واحد. خليجنا واحد، وإخوان واحد، وإسلام إن شاء الله. الله يسلمك. طول عمرك. يما نهرين اشتجر وتتلاقي توصل خليجك مشتاقه وبايج يا